وإيه هو الغريب في المشروع يا فندم؟ أنا مش بتكلم عن المشروع، أنا بتكلم عن حكاية الأسهم اللي عايز تطرحها في السوق باسم المشروع. هو ده مشروع بسيط يا فندم، دول كذا 100,000 جنيه، ما هماش قليلين عشان نتحمل إحنا الاتنين بس المغامرة بيه. مغامرة إيه؟ مغامرة إيه والمشروع زي ما درسناه بالتفصيل هيحول التراب اللي في إيدينا لذهب؟ بس برضو في تكاليف تصنيع. ولنفرض يا صديق، دي ألياف النخل والجريد الأخضر خامة تفتكر ملهاش ثمن بالمرة. جريدة وليف وهيقولوا ذهب، لكن مصاريف التصنيع وتحويلها إلى خيوط إستر عشان يبقى القماش أنعم من الحرير، دي كلها معالجات كيماوية وماكينات. وما تحسب جنابك الفرق بين سعر التكلفة وسعر بيع الأقمشة تلاقي المكسب خيالي، ويبقى ساعتها قماشنا الجديد أنجريد ليف هيمسح حاجة من السوق اسمها قماش الكتان. إيه؟ تعرف سيادتك على مدار سنة واحدة بس المشروع ده هيجيب تكاليفه بالكامل، وهيحقق أرباح ضعف التكلفة يمكن 20 مرة، وساعتها بقى نسيبنا من قماش الكتان اللي تمنه رخيص ومكسبه ملاليم، ونخليه بقى للشركات والمصانع الصغيرة. لا لا لا، 20 مرة إيه يا صديقي؟ ده تقريبا حوالي 50 مرة. إذن مش هنخسر حاجة لو طرحنا أسهم المشروع في السوق وندخل شركاء يتحملوا هم التكلفة بالكامل، وفي نهاية السنة المالية نبقى نوزع عليهم أرباح تعادل ضعف التكلفة 10-20 مرة، والباقي بقى يبقى مكسبنا صافي إحنا الاثنين من غير ما ندفع لا تكلفة ولا حاجة. وما تنساش يا صديقي إن إحنا أصحاب فكرة وبس ومشرفين على المشروع. على ما تخرف. أمر جنابك. هو مش حداكم خبر إن الجناح ده كلاته محجوز؟ تمام كلام جنابك، من الساعة 10 للساعة 3 بعد الظهر. أمال أنا جيت وقعدت وفي عالم عمالة تخرف بكلام فاضي ولا كان في احترام؟ إزاي يا فندم؟ الساعة دلوقتي 10 إلا دقيقتين وهم حاجزين ترابيزة ساعة واحدة بس من 9 ل 10 وهم يا فندم. ميعادنا عند المحامي 7:15 مساء، نوقع عقد الشركة وبالمرة نستشير قانونيا في مسألة الأسهم. إن شاء الله، مع السلامة. مع السلامة يا فندم. أفتكر كل شيء. وفي فايت 28 جنيه يا فندم. معلش معلش. يعني دي عالم عمالة تصحى عتفندر. صحت معاد يا علوان؟ وهيبة. ما عرفتنيش اياك. صح. لا ما عشان ما نعمل ألا فرانكا، ولا اياك ما عرفش الألا فرانكا. ما عرفش الألا فرانكا كيف؟ ده انا عارفها وترجمها كمان. عجبك كده؟ ما عجبنيش كيف، وانت ملالة طلعالية. اقعدي جمال اقعدي. قعد. اصلا لما قلتلي برب تيجي قبل 10 جيت انا كمان قبليها. متشكر على الاهتمام ده كلاته يا علواء. بسك انا واخد على خاطري منك. ليه يا مار؟ عشان سلمت على الواد لفند اللي كان ماشي دلوقتي. واه اتغير عليا يا علواء؟ يعني ما تاخدش البالك، ده راجل محترم صاحب مصانع وشركات قماشات. ده كان عمالك يخرف هو وصاحبه، وعمالين يقولوا هيعملوا مشروع قماشات من الليف والجريد بتاع النخل. صح. إياك هتصدقي. وليه لا؟ ما هو ده اللي حداه مصانع قماشات من الكتان، مش الكتان زرع؟ ايوه. طب ليه هتصدق ان زرعه الكتان والقط هتطلع قماشات؟ يا صح، فاتتني كيف دي؟ ما علينا، احنا هنتحدث في القماشات. لا، انما كنت مفكرهم هيخرف ولا ينصبوا. لا، مالكش حق فيها دي يا علوان، دولك هيخرفوا ولا ينصبوا، دولك ناس محترمين معروفين زي الشمس. يعني انت تعرفيهم مليح؟ كل الخلق حدانا في البندر الكبير تعرفهم وتعرف مصانعهم، مش انا وحديه. احنا هنضيع القعده في حكاوتهم اياه. لا، خلينا دلوقت مع بعضينا وبعدين يبقى لي فكير في الدور اللي تصفنا فوقي. دوري اللي هتقول عليه ده يا معلم. القهوة اللي خربت يا وهيبة عشان انت ما عدتيش فاضيالها. مش عمال اجحلك في بازابورتات في الدخلة والخارجة؟
ولا ياك ما كفكش؟ انا اللي يكفيني ان القهوه ما تبطلش. ولا يرضيك يا سيدي الناس ان حد ياخد علينا نمره ويقول دي السيم مش قهوه؟ كلام المعلم مظبوط يا وهيبه. با وانا ملياش حق في نفسي اتفسح ولا يعني لازم انا ابطلها الشغله دي؟ واصف عداك النهار وتفسحي فيه على مزاجك. وما قد النهار صاحيه بلاش انا عصف الليل زي بقيه الخلق. هي قله حيله منك صح ولا ده استعباط علي؟ يعني اسمع لك صوتها يا معلم. وقطع لحمك قطيع كمان. وادينا اقول لك اهو قدام اللي هيشغلني زي ما قلتيها. غبي وقليل الادب. تعال هنا تعال. حقك على الراس يا سيد. انا صح غبي وقليل الادب. فاهم ليه؟ عشان اتحددت من دون امرك يا سيد. وايه كمان؟ وهددت وهيبه. وايه كمان؟ وبس كده؟ يبقى تجيب دماغك السنخ هنا عشان افهمك. حاضر. اكسرها لك عشان تفهم. لا انا اقول لك عشان علوان ما يتضايقش ويفط من بنات ايدينا. ولا انا اتضايق واهرب معاه؟ هتقولي ايه انتي؟ با يعني وشك اتغير لون وجه لون ليه امال؟ فس قوم يا غبي وافهم الداهية الواعية اللي حداك. وانا يهمني ايه انا اما يحصل اللي قلت عليه ده؟ كل اللي يهمك الفلوس وخلص. ليش كده عيب؟ احنا عناك لياك. وحد ياك هيقدر يمس شعره من راسه؟ واحنا يهمنا امره يا بسام اكتر منك. متشكر منك قوي. بوي ما يخافش عليه الا اللي من دمه. ما يخاف عليه كمان اللي يهمه. وبوي عيهمك فيها يا ست غريمة؟ كان همك امه لما راح لابوكي وضغط عليه اجر له الارض. بو الحق علينا ان احنا عايزين نريح بوك من وجع الدماغ. ده عيشتغل وده ما عيشتغلش. الأرض جابت الأرض ما جابتش. كتر خيركم. ده أنا كمان كنت عفكر أنا وشديد وخاطر ولدي نأجر لنا حتة أرض تبقى خاصة لينا. ليه همال؟ ما مكفكوش الأرض اللي أجرها أبوكي؟ مال أنا ومال بوي؟ مالكم كيف؟ مش عيلة واحدة ياك؟ عيلة واحدة؟ اقول لك ايه يا ولدي، البيوت اسرار. بو ما انت هو يعني اخر زين. اقول لك ايه يا بسام يا ولدي، يا مكحلة في العين والوكل في البطن بالدين. ما هي نصاحه برضك يا ست غريمه. قال فوت على غريمك معرش ولا تفوتش عليه مكرش. ما عشان كده كنت افكر ناجر حته ارض لي. لا فايا لحد كده. وانت لك صالح بيها ايه الاشتغالة دي كماني؟ أأجر لغريمة وشديد وخاطر ولا لغيرهم؟ واه يا ابوي وانا قلت حاجة دلوقت ولا كان غرض ان تراود مع بعضينا؟ ايوه تتراودي معاي هنا وتروح تشور على عمك هناك مش كده؟ وهو يعني كان فرض علينا شورة؟ ده حتى يعني كان اخر كلامها معاي قال لي هو عليه الشورة واحنا ان شاء الله نحرقها في الجورة. يقدر يبقى انت لو صح حساس وحداك دم ما تخطلوش دار بعد كده. ليه امال؟ عزمك مع عمي ولا معاك انت ابوي؟ ما هو انت وانت هو. لا الدور اصله ليه سكه غير الكلام الطري بتاعك ده. سكه امال؟ عمك على بنت عمك وانت عامل لي رميو على راي المسخصاته اللي شفتها في البندر عيتموسخ. لا يا ابوي انا اللي بيني وبين عمي وبنت عمي الادب والاحترام مش عتماسخ زي روميو اللي عقول عليه ده في البندر. قصدك ايه يا ويد؟ ما قصديش يا ابوي انا لساي تلميذ اتعلم ما ليش مصلحه الا في دراستي. وايه كمان مصلحه حياتي
هات بوي. خليك انت في مصالحك اللي عتقول عليها، وابوك اضرب مصلحته. انت يا كابوي لك غرض تأجر ارض تانية الغريمة وشديد وخاطر. أأجرها أحرقها أظن أنا حر؟ ولا في حداك واسع يسمعك صوت كل ما تروح له وتيجي هنا تطلعها قدام بوك من دماغك؟ لا يا أبوي، ما تظلمنيش ولا تظلم عمي. أكذب عقلي وأصدقك، صوتك من نفوخك. تعرف أنت أكتر من بوك؟ العفو يا أبوي، إنما 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 الربعية أتعلم أمها الرعية، مش كده؟ واه لا، يبقى انا اضرب الدور اللي عامله دلوقت، ولما رسالي فيه على برا هتعرف بوك كيف عيسوي، والقرش اللي من إجارة الارض كيف عيبقى 100 قرش. مشروع جديد كان اياك ما اقولكش على شيء واصل. ليه امال؟ مش ولدك؟ ولاك اعرف الدور وعسألك بسام. ها خليك كده، مش عاجد لك جارة تحرك فيها شورة. الشورة دي توفرها حالك انت. بلاها الشورة دي اللي ما عجبكش، قال انت الشورة اللي عاجبك. الشورة اللي عجبنا ان مصلحتنا تنقضي قبل مصلحة اي واحد. ما قلنا شيء، على راسنا مصالحك هسيت. اقول خلاص، ما اقضي مصالحي وانفضي منيها بالتفت لمصالحك ومصالح غيرك. واد يا عباسي، واه يا واد، عتفرد ريشك قوي كده ليه؟ كل واحد حر في راحه. لا ما انتش حر. كيف ضمان؟ ايه تحب نفوتها لك الشغله دي كلاتها؟ ما ده ما تروح روحه، انتوا اللي هتعاودوا اللي كنتم فيها غريمه، وتر روحكم على مزاجكم. مش مهم الحكاوه دي. مليلة مهمة حداكي. قبل ما توضرنا عن وضرك. هو ده المهمة حداكي دلوقتي. ولهلع أقله اللي عيورسك يبقى يعمل حسابه مظبوط. عندي شركة في مالي. مالك ده جبته منين انت؟ مش من دم ناسنا اللي هيشتغلوا لك في كل مكان؟ يبقى مالك ده ولا مالنا؟ عايز ايه يا غريب؟ الفلوس اللي تنطلب منك تدفعها وانت قافل خاشمة. طب فينها كرامتك يا امال؟ كرامتك دي على راس الناس كلاتها، انما على اللي لبسك توب الكرامه لا، يبقى في دور غيرها الكرامه دي. دور ايه عاد؟ دور الاحترام والادب وحاضر وطيب ونعم. امال انا ما سمعش طيب وحاضر ونعم دي ليه امال؟ تتسمع منك قبل منينا لما يبقى لزومها كده، وتتسمع منا قبل منك لما يبقى لزومها كده. طب ما انت هتتحددي مليحة، يبقى لزمها العزرة نادي مال. عايز الكلام يبقى بالهداوة نقوله بالهداوة. اتفضلي. بلاقيسها المشاكل اللي عتوجع دماغنا مع البطاينة وغيرهم. وبعدين؟ ولا قبلين، نسرح كلاتنا بخلقات وشغلات حريم، واللي طلع له ناب خليه يطلع له 100 ناب. وبعدين؟ وبعدين العركة القديمة اللي دقت معاك مع عيلة فلان وعيلة فلان تتجدد، وتضيع أرضك وأرض قرايبك وانت حر. ليه همال؟ مفكرة ياك ان انت حيشة دكلاتها انت وغريب ورجالتكم؟ ان كان كلامي يا ولد الناس مش لادد عليك انت حر. يعني ايه؟ يعني شغلة الحدايد والصفيح اللي عتبيعها بالغلا والكوى لفلان وعلان وعيل تلهت من وراها لحط من البطاينة، ها خليها حداك لما تصدي. قصدك تقول ان مش هلاقي حد يشتريها؟ وعيشتروها كيف مدام ما دقيناش شبطة ولا حريقة معاهم؟ عايز اقول ان مفتاح سكتي في يدكو. عفارم عمخك النور، ما انت خبيث زي الديابة. امال مالك عتصدر ليه؟ انا برضك اللي عتصدر يا غريمة. انا اللي عالصدر يا عباسي مش انت. واه امال ايه الشغله اللي احنا فيها دلوقتي مع علوان، مين اللي عايصدر فيها؟ صح انت يا غريمه. خلاص يبقى تدفع اللي هنقول لك عليه ولا ايه؟ الليله طيب
عباسي. هي الخزنة بتاعتك اللي حدا المعلم مش ملانة وتكفي المطلوب واكتر. خلياس يبقى احنا هناخد اللي طالبينه. ملاش عازة دقة الغدر اللي عطل بيها عنيك للولد اللي وراك دولك. وهيبة 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 وهيبة. نعم يا حبيبي نعم. من الواد اللي هيتمسخ ده؟ طلعوه بر. انا اللي قلبي يريده بس هو اللي هيتمسخ بالكلام زي ما يلد عليه. انا هنا عشتك لما ارقص يبقى شوق، لما غني يبقى شوق، لما حتى اتدلع قدامكم برضك يبقى شوق. انما لما احب اتمسخ اتمسخ مع اللي قلبي يريده ويلد على مزاجي. خلاص يا وهيبة، اذا كان مزاجك هتبوش لك الواد اللي قالك ده. لا من معروف على ايه تضبيش والكسير دلوة. انا عم اقول ايه يعني؟ إذا كان عمزاجك يعني عشان يعرف إن هنه رجالة زين وما يقولش العقلة زنخ. وي غريمة. با خلا غريمة. غريمة 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 غريمة. ألف مبروك. مشكرك. أما جنابك فأنا مش عارف أقول لك إيه. ألف ألف مبروك. مشكر. وأنا بمجرد ما تنتهي الإجراءات ويتم التسجيل. لا 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 معاك المال يا أستاذ، إحنا خلاص بقينا معرفة قديمة. ولسه. لسه إيه خير؟ أسرار بقى ما يصحش نعرفها إحنا يا حضرة الأبوكاتو. شو بقى يا أستاذ؟ بقى النوبة اللي فاتت أنا اديتك 5000 جنيه شبرقة درص كده، إنما النوبة دي عكيفك زبط. شكرا لجنابك. إيه هو الموضوع بقى؟ عقد عادي. شركة. شركة إيه؟ قماش ليف. نعم. شركة هتعمل قماش من الليف والجريد بتاع النخل. ده اختراع بتاعك انت ده؟ لا بتاع واحد تاني. طب ما الاختراع ده لازم يسجل وصاحبه لازم ياخد حقه. ما انا جاي لك في الكلام. ها انا وصاحبنا دك ها عنبة شركة، هو بالاختراع بتاعه ده وانا برس المال. مليح مليح. وانت عليك بقى تعمل لنا عقد انما نجح. دي سهلة، بس المهم ان نعرف البيانات اللازمة بالدقة والتفصيل. انا علي الرس مال. ما هدي عرفناه خلاص، وهو عليه الاختراع وإدارة المشروع لأنه هو صاحب الفكرة مش كده؟ إيوه. طب والخامات؟ قصدي يعني الجريد والليف اللي انت بتقول عليه، مين اللي مسؤول عنه؟ أنا برضك. منين هتجيبه؟ من نخل اللي حداي. الله، انت مش مؤجر الأرض اللي عليها النخل دي؟ إيوه مؤجرها. والنخلات دي هتوصل لها ازاي وانت مؤجر الأرض اللي هي فيها؟ بوه، هي النخلات كمان راحت في الإجارة. ما هو مدام مؤجر أرض فيها نخل يبقى النخل من ضمن الإيجار، يعني ما تقدرش تستغل النخل إلا بعد ما تنتهي الإيجار. بو يعني عاستنظر سنة بحاليه. أمال تحب ترجع الفلوس لأصحابها وتلغي الإيجارة؟ لا لا، أمال عجيب منين أنا رسمال للشركة؟ ما هو أنت دلوقتي محتاج الخامات ورأس المال وما عندكش إلا رأس المال. بسيطة، نستقبل خامات من أي حد ما عرفه. جايز يطلب يكون شريكك؟ لا، غير إن احنا التنين معيش شركة. على العموم انا ما عنديش فكره لا عن المشروع ولا عن الاختراع ولا عن صاحبه. بو امال حضرتك محامي كيف؟ قصدي جنابك انك تعمل لي توكيل وانا اقابل الشريك واتفق معاه. مش واخد البال يا استاذ.
عشان انا اتصرف معاه بصفه قانونيه لازم جنابك تعمل لي توكيل وندرس مع الشخص ده المشروع وحسب مصلحتك اتفق معاه وتبقى حضرتك تمضي وبس. ومالها يا استاذ؟ ادي لك التوكيل وتدرس المشروع. مشروع ايه؟ ما اعرفش. بوي قال مشروعه خلاص وما زادش ولا كلمه بعد كده. لما انت ما داريانش ايه المشروع جاي ليه عاد؟ بقى هتزعطني يا عمي ولا ايه؟ لما لاقي حضرتك جاي تتحجج بالفارغه والملانه افهميها انا؟ يعني كل اللي قلته لحضرتك قبل كده سميته فارغ؟ الفارغ هو اللي انت هتقوله دلوقت. ليه امال؟ اللي هقول لحضرتك ان بوي اجر ارض لغريمه وشديد وخطر. اللي مأجر قصبة زي اللي مأجر هضبة، فيها ايه جديد دي؟ انه هياخد الفلوس. ما قلنا كل من كان حر في ماله، ولا انت عايز نعمل وصى عليه ولا يمكن عايز نحجر عليه؟ الله يا عمي، حضرتك النوبة مش زي عوايدك معاي. وانت كمان النوبة جاي مش زي عوايدك اللي فاتت. امال جاي بعوايد ايه؟ اسعى لروحك واستحي من دمك. إنه بيت عمك مش مرسح المسخصات اللي شافه بوك في البندر. باه عشان كده قابلتني النوبة هنه برا الدار يا عمي. لا صح، بوي كان معاه حق لما قال لي ما خطيش الدار دي عشان ما حدش يقول في يوم إني جيت عشان بيت عمي. باه حصليه ماه؟ ما حصلش شيء ابدا يا وهيبه، اقعدي. امال ايه معناها دي؟ اربع ايام دلوك لا ليل ولا نهار اشوفك وعمال ادعبس عليك وفي الاخر اجي القاك هنا صدفه. مشاغل. مشاغل عننا يا علوان. معلاش، بكره الايام جايه كتير، ده انا برب اخد لي سكن هنا في البندر. هتقعد هنا طوالي؟ طوالي كيف يا وهيبه؟ انا هاخد السكن عشان اما اجي اطلع على المشروع. وانا ما جايبليش سيره، اقعد معاك هنا ولا هناك؟ انت لا هنا ولا هناك. بابا انت هنا. ما تخجلنيش امال. المهم دلوقت همليني كدي ساعه ولا اتنين وتبقي تجيني على الغدا. ليه امال؟ مستنظر حد؟ ايوه واحده غيري يا علوان. لا تنين. كده يا علوان؟ لا واكتر من كده. هو اللي اكتر من كده؟ انك عبيطه. باه عشان هيخطر عبالك ان علوان هيعرف الغدر ولا حتى يفكر في سكته. التنين دولك يا وهيبه المحامي بتاعي والراجل اللي عامل معاه مشروع القماشات. مشروع قماشات ايه يا علوان؟ اللي صاحبك كان هيتحدد فيه ان بداكها مع الويت صاحبة اول ما تجابلنا هنا. اه انت مالك بيها الشغلات؟ ايه خطرة عليا السكة دي ولا ايه؟ انا ما قلتش خطرة، انما يعني قصد اقول انك راجل لك احترامك وزراعتك واملاكك، مالك انت القماشات والمصانع دي؟ وهي المصانع والقماشات دي فيها قلة قيمة؟ انا ما قلتش كده، انا انصحك. ايه تنصحيني؟ ليه لا؟ تظاهر ما تعرفيش علوان مليح. اعرفك في ايه امالي علوان؟ علوان ما يحبش الحرمه اللي تفكر تعمل راسها براسها. مش هتنصحيني وتقولي لي لا؟ في زبومي، خليني اشوف مصالحي وتيجي على الغدا زي ما قلت لك. فمانا مليح. حاضر حاضر. وبردك داخله خارجه من غير لازمه. ايه اللي في يدك ده؟ الورد ده للست وداد هان. مين اللي مشيعة؟ ما عارفاش. حد عايشيع لك ورد يا وداد لما يكون عارف انك ممزوجة؟ ما اخداش لبالي يا بوي، حضرتك هتقصد مين؟ واقفة ليه تاني؟ انا ملياش صالح يا سيد. استني يا ستيت. نعم يا استوداد. من لفاك الورد ده؟ باه انت هتصلح الغلط بغلط اكبر منه ولا ايه يا وداد؟ خليص روح دلوك يا ستيت. انا اسفة يا بوي. فوت يا بنت. خلاص حصل الخير. طولك بنت مش كارت دل عليه ولا ايه؟
أباي. إيه في إيه؟ دي مش معقولة دي أبدا. مين عباس ده؟ بقى يستاجر الحد كده؟ هو مين قبل عشان يستاجر ولا ما يستاجريش؟ ده الواد اللي عيبيع الغوايش والحلقان يا بوي. جلاب استيتا مش كده؟ صح. بنت استيتا. عملتيها جلبت المصايب. احلف يا سيد انا ملياش صالح. ده هو اللي كان عايز يصلح الدور الغلط اللي حصل من وهيبة قبل كده. دور ايه الغلط ووهيبة مين دي كمان؟ اصل الجوفة اللي كان فيها العيارات بتاعت البنادق. عيارات بنادق؟ سلاح يعني؟ انا ما عارفهاش. شاي واصل. هو هناك برا الدوار يا سيد. هو مين ده؟ مين قال لك تشيع ورد يا ولد؟ من خير سيدي والست الهانم الصغيرة. رد يا ولد. حد مين اللي هيقول لي على حاجة زي كده واتبعها؟ أنا اللي قلت لروحي أعمل زوج زي الناس الأكابر وشيع ورد مع خدمة الهانم. ليه عاد؟ أنت بياع ولا؟ بياع يا سيدي وعيراعي لقمة عيشة بمجملة احترام. ها؟ أنا ما فيش حد في المنطقة عايز ترزق منه بحسنة غير الست الهانم الصغيرة. لا امال ايه شغلة الجفة والرصاص اللي كانوا مع وهيبة دي كمان؟ واي حتى دي كمان احداك خبر بيها؟ انت يا ويد عتبيع السلاح هداي هنا؟ ودي معقولة برضك يا سيد؟ السلاح غالي ومحدش هيقدر على تمنه. يعني عتبيع السلاح؟ انطق بصراحة كده. أنا خايف أتكلم قدام جنابك. يعني هتبيع سلاح؟ لحد دلوقتي أنا لا بعت ولا اشتريت. لما يعني لما إيه يا ولد؟ كان جنابك يلزمك سلاح أنا أعرض روحي للخطر عشان خطرك. يعني عايز تعمل جدع قدامي؟ لا المسألة مش مسألة الكلام وبس. أنا رجبت إيه لو كنت أرجع في كلامي تاني؟ وعجيبه منين السلاح ده يا ويد؟ وأنا بجدع كيف لما أقولها لك دي؟ يعني مش عاوز تتحدد؟ إن كان يلزم جنابك سلاح يبقى تعرف إنه من حدايا أنا وخليص. كده؟ وأنت منين يا ويد؟ من بعيد بعيد قوي يا سيد. لكن وقت ما تطلبني تلقاني. خبيث قوي وكلامك ملاوع يا ولد. الشغله بتاعتي عايزك ده. سرك ما يعرفوش حد غيرك وسر غيرك ما تخزاش برضك ما حدش يعرفه. انا ما طلبتش اعرف سر حد. انا عاسالك انت بتسرح فين غير هنا؟ ما تخزاش يا سيد. عزرع فين زي عبيع لمين؟ لا واعي قوي يا ولد. طب شوف بقى لو عيني نظرتك هنا ليه؟ دي لقمة عيش من فضلك وإحسانك. قلت لك اخفى مش عايز أشوف خلقتك هنا نوبة تانية. بس بربا يلزمك خدمة مني في يوم من الأيام. خدمة ايه يا ولد؟ اخفى. على العموم سيد بسام ولد أخوك علوان بربا يعرف سكتي. لو ليك غرض شيعلي. اخفى في داهية أنت وبسام في نفس واحد. قلت لك اخفى كده. عمرك يا سيد. بس خلي بالك يمكن سيد بسام ولا سيد علوان يجي لحد عندك يطلب منك سلاح عشان الدور بتاع غريب وغريمة لساه ما انفضش. تعال هنا وين؟ تعال هنا. قلت ايه وين؟ تعهني داش البال يا استوداد. اما البول تالع يرمح وراه ليه؟ يا وجهتي يا وجهتي. عارفة يا جلبت المصايب انتي ما يكون حكاله على بسام وعلى مقابلتي ليه في اول يوم جه فيه. باي ودي فيها ايه يا استوداد؟ واحدة وما كانتش تعرف ولد عمه. لا لا يا وش الشوم لا.
اوعاك حسك عين ابوي يعرفها دي، كان يشندل عيشتك وعيشتي في يوم واحد. بوي بوي، وانا مالي؟ انا مالياش صالح، مش حضرتك اللي كنت عتدلي تشتري من عباسي؟ قطع لسانك ان قلتيها دي لبوي. وان كان عباسي اللي قالها له عتنكريها اياك. قالها له كيف؟ ده يبقى تبتل هو التاني كمان. أنا علم خلقاتي، عشان انطردني عفوتك وامشي عطول. وداد باي ست وداد. جسري ده جسري والطرح من بحري في ميته يسري عرق جدود اهلي. نخل عين دهلي ويقول لي على مهلي، ارتاع على حضنه زرع الجدود اهلي. عالي يا بوي مارد فوق السماء فارد، والارض له موال غنو الجدود اهلي. النخل ده نخلي جواي هنا بنخلي، من يقدر يقول اخلي زرع الجدود اهلي. النخل عين دهلي ويقول لي على مهلي، ارتاح على حضنة زرع الجدود اهلي. شاوت كنت فين من الصبح وانا عمالك ادعبس عليك؟ اصلي مسلم ما. تاني مسلم يقطع مسلم وسيرك مسلم، واللي حداه مخه يفكر في عمايل مسلم. بوه وعليه الضيق ده كلاته يا ابوي؟ ما انت ما حدكش الا مسلم وعمايل مسلم. حس يا اخي على دمك نوبه واسال على ابوك عمل ايه ولا سوى ايه. ما انا جاي اهو يا ابوي. جاي تتمخطر ولا هيفسح يوم العيد؟ وانا اللي مقطع روحي ليل ونهار وعمال اكرمح شمال ويمين عشان اعمل لك مستقبل واخليك سيد الناس كلاته. طب يا ابوي ما زعلش روحك كده؟ ما زعلش روحي كيف وانت ولا همك بوك وحاطط يدك في ميه ساقعه والاسم حدا يودع يبقى محامي. بو خبر ايه هو يا ابوي؟ الجواب اللي معاي ده. ماله؟ اتصلني دلوقت من الويد اللي عايوزع الجوابات وقال لي انه من حدا المحامي اللي في البندر الكبير. محامي؟ ليه همال؟ طب من بعد اذنك اشوفها في ايه؟ فيه اللي انت وعمامك كلاتهم ما قدرتوش تعملوه. فيه الورق بتاع المشروع اللي عيخليك تاكل دهب وتشرب دهب وتتمرغ في الدهب مريغ. ورق المشروع؟ ايوه المشروع اللي مرضيتش اقول لك عليه قبل كده عشان ما تروحش ترط بلسانك حدا عمك. صح يا ابوي. ماليه كنت مفكر ان ابوك هيأجر الارض كده هفا قرشين وطاروا في الهواء؟ حطيتهم في المشروع عشان القرشين يبقوا 200 وانت تبى فوق راس الناس كلاتها. عفارم عليك يا ابوي، وانا اللي ظنيت انك ما تاخذاش عتودر الفلوس نزاهة في البندر. ليه امال؟ بوك ملوش احترام شبه واد ولا ايه؟ العفو ابوي. طب خد افتحه واقراه وسمعني كلمة كلمة وياك عشان في الاخر تبقى تحب على يد صح. خبر ايه امال؟ ما تقراش ليه وتسمعني؟ يا مايتي اسمعك اخر نكته. فزعه تفزعك انت واد، ما تبطلش الهيافه بتاعتك دي. كلح ومخك زنق عدنادني اياك يا غريمه. دور
ايه بايخ النكته يا اخلص يا ويد. عدتيني انا بفوتك من الويد، كنت عاد نادمي علي انا. اي قالت لك تاني ها؟ اخرس يا ويد اخرس. باه عاد تضربيه ليه امال؟ لحق يطلع كده انت ويد. انت ويد ما تبقاش راجل جد ابدا. امال انا ايه؟ كنت جاي تجري ليه؟ الجواب اتصل لعلوان وبسام قاعد معاه عايز تقراه. هتقول ايه؟ باه مهمة قوي الحكاوة دي. فت دلوك وخلي عينك على النخل. اول ما تشوف حد من اياهم تفر فريره وتقول لي فهمان. فريره يا امي. شوف الولد هيعمل كيف زي الولد اللي هيدله في زراعه علوان. صح، انما احنا ليه ما بتصلناش جوابات احنا كمان؟ وقت ده نسال على جوابات لينا احنا كماني، ولا وقت نعرف هيعمل ايه علوان وبسام لما هيستقروا الجواب؟ اه وصلنا لحد فين دلوقتي؟ هذا سيقوم الشريك بالنشر عن مسابقة كبرى بين الرسامين ومصمم الشعارات لتصميم ورسم الشعار الخاص بشركتكم المؤجرة، شركة أنجريد ليف للمنسوجات النخلية، ونرجو حضوركم لاعتماد الإعلان بتوقيعكم الكريم. مليح مليح قوي. يعني ايه كلمتين دولات يا ابو؟ انا ما فهمش شيء واصل من الكلام المخلبط ده. الجريد وليف ونخل وشركة أنجريد ليف للمنسوجات النخلية. هم البسك عايز تبقى محامي؟ مالها محامي دلوك ومال الكلام الغريب اللي في الجواب ده؟ الكلام اللي في الجواب ده هو اللي غريب؟ ومال ايه الكلام اللي مش غريب يبقى؟ نخليها يا ابوي اللي هيطلع منك مشات. ما عارفش نخليها اللي هيطلع منك قماشات؟ لا، اختراع جديد عامله شريك اللي تشاركت معاه. معقول الكلام ده يا ابوي؟ يا ابني كل زمان وله أدان والدنيا هتتقدم. تتقدم ما قلناش لا، انما التقدم ده مش يباله أساس. ايوه يباله أساس. هو حد كان يصدق زي الناس ما تقول ان القطن يبقى قماش، ولا الكتان اللي هو صقر يبقى قماش، ولا حد كان يصدق ان الحديد يمشي؟ انما كل شيء زي الناس ما تقول في أوله غريب على مخ بني آدم، إلا مخ واحد. عارف مخ مين يا بسام؟ لا، مخ اللي هيخترع الاختراع الغريبة بتاعته. يا أبوي أنا خايف لا قدر الله يكون المسألة فيها ملعوب نصب على حضرتك والناس دي هتسرق منك الفلوس. لا اطمن، أنا عامل عقود الشركة دي عند محامي قديم نابه زارم، برب كان عيرافع قبل المحاكم كلاتها ما تفتح، يبقى حد عينصب عليه هو آخر. وليه ما يكونش الشريك ده برب عايزك انت اللي تتصدر في الموضوع وتمضي على الاعلان، وبعدين يطلع الموضوع مش حقيقي وتبى يعني كبيرة في حقك اما يتهموك لا سمح الله بالنصب؟ خبر ايه يا بسام؟ انت ما حدش مالي عينك ولا ايه يا ويد؟ انا ابوي عقول ما تقولش يا دي مش اخر سنة ليك في الامتحان يا ابوي. خلاص تبقى تروح تشوف حالك ومذاكرتك، وانا من الصبح عدل على البندر الكبير عشان ما يبلكش عذر للنفطيت كل ساعة والتانية هنا لحد ما تخلص امتحان وتنجح كمان. ايه رأيك بقى؟ مش برضك نشوف مصالحنا صحة يا بسام؟ امرك عراس يا ابوي. واسمع عم اقولك، حسك عينك اسمع انك دورت ترط بلسانك حد عمك. عمي لا يا ابوي، خلاص ما عدتش عايز اروح له. واه ليه امال؟ ما كنت حبيب عمك. خبر ايه الدار الجديده كمان؟ لا جديد ولا قديم يا استودان. امال ايه اللي في الراحه والجايه؟ عبيسي قال عبيسي ساوى، مالنا ومالها تسمعين الحكوات بتاعتك دي؟ طب خلاص انا غلطانه يا استودان، اتفضل العصير. ما شرباش. طب اجيب لحضرتك الواكل؟ ما واكلاش. با امال هتاخدي الدواء كيف؟ ما واخداش. اباي مالك انت يا استاذ؟ مالك بيا دلوك بوي؟ وانا كنت قلت حاجه ولا عملت حاجه عشان الصريخ ده كلاته؟ اصرخ ولا حتى اتحرق، مالك بيا انت دلوك؟ ايوه طب انت صحي بقى. ما طيقاش اسمع منك ولا كلمة، ما طيقاش حتى اشوفك قدامي، عايزة مني انت.
الكبير مليح كده بوي عاجبك كده يا وش المصاير اتفضل يا بوي ما سمعش اياه بوي 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 اتفضل يا بوي خبر ايه وداد عتصرخ ليه صوتك اتدلى في الدوار استاذة تعهنا ايه ما واخداش البالك من بوكي ولا ايه لا يا بوي انا اسفه خليكي مريحه زي ما انتي لكن تب ترد على بوكي لما يتحدث معاكي حاضر يا بوي اصل استيتا ضايقتني تنطرد انطرد انطرد اروح فين يا سيد ده انا قلبي عليها وعمالها ترجاها تشرب العصير ولا تاكل الواكل ده حتى الدواء يا سيد ما رضياش تاخده وانت مالك انت مالي مالي كيف يا سيد الست وداد عدلها كم يوم من يوم سيد بسام بسام ماله بسام انا ما عرفاش شي واصل يا سيد انا مضعك انت ايه الدور معاك يا بنت انت عماله تقولي بسام والمره اللي فاتت قلتي السيد بسام ما بيسلمش على ست وداد ليه لما خليت الدم يضرب في نافوخي وازمج منه ودلوقت هتقولي الست وداد من يوم سيد بسام ايه في حاجه ما بينك وبين بسام انا ابوي خليكي مكانك ورد علي هيكون في ايه يا ابوي غير الادب والاحترام انا وداد يا ابوي بنت محمد البطاين وانا قلت حاجه انما يعني من يوم سيد بسام ما شرد زمجان من قدام سيدي وانت حتى قطر الميه ما تشربيش صح انا متضايقه من بوي عشان ما عطاش وش البسام لكن ما كنتش اعرف ان انت السبب انا سالتك انا عن بسام ان كان راح ولا جه قلت لك انا تقولي لها ان كنت ممزوجه ولا لا ولا انت اللي خبصتيها من نفسك الخبصه دي عشان بسام طرد عباسي قبل كده ونبه عليه ما يجيش هنه تاني لما شافه بيعطيكي سمسر على الشغله اللي بحالي باه انا عسمسر عليكي يا استودات امال لما كنتيش عسمسري علي صح امال ليه في الراحه والجايه تقوليلي عباسي هيجيب بضاعه حريريه وذهبيه وحلقانيه وابصريه الشغله دي ملهاش غير حل واحد تلم خلقاتك وتاخد حسابك وياك اشوفك خطتي هنيه تاني